قال أمير المؤمنين عليه السلام وهو يصور أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان أجود الناس كفاً، وأجرأ الناس صدراً، وأصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه فعرفه أحبه. لم أرى مثله قبله ولا بعده. إن يهوديا كان له على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دنانير، فتقاضاه فقال له: يا يهودي، ما عندي ما أعطيك. فقال: فإني لا أفارقك يا محمد حتى تقضيني. فقال: إذن أجلس معك. فجلس معه حتى صلى في ذلك الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغدات. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يتهددونه ويتواعدونه، فنظر رسول الله إليهم وقال: ما الذي تصنعون به؟ فقالوا: يا رسول الله، يهودي يحبسك؟ فقال: لم يبعثني ربي عز وجل بأن أظلم معاهدا ولا غيره. فلما على النهار قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، واشطر مالي في سبيل الله. أما والله ما فعلت بك الذي فعلت إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة، فإني قرأت نعتك في التوراة. محمد بن عبد الله مولده بمكة ومهاجره بطيبة، وليس بفض ولا غليظ ولا سخاب ولا متزين بالفحش ولا يقول الخنا، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وإنك رسول الله، وهذا مالي فاحكم فيه بما أنزل الله. وكان اليهودي كثير المال. من القضايا التي يسعى إليها كل عاقل ويجاهد في سبيل كسبها وتحقيقها هو أن يكون ذا شخصية جذابة، وأن تكون له مكانة مرموقة، وأن يكون محبوبا لدى الناس عزيزا عليهم.